Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الفقرة الثانية من استراتيجيات لتتبع القسم. الحصة الماضية شفنا الاستراتيجيات اللي كنستعملو خارج جدران ديال القسم باش نقومو بالتدبير على احسن ما يرام. وبالضبط قلنا انه امام القسم ما عمرني ندخل تلامد بهذا الشكل الهستيري، لانني غادي نضيع بزاف ديال الوقت في التدبير ديالهم لداخل ديال القسم وندفعهم الانضباط. والنقطة الثانية اللي شفنا هي فترة الاستراحة، لانها فترة مهمة جدا اللي كتساعدني على انني نخلق واحد الرابط عاطفي مع التلامذة ديالي واللي كيبغوني واللي انه كيتشاركوا معايا بزاف ديال الحوايج، وبالتالي كتزاد المردودية التعليمية. اليوم غادي ندخلوا لداخل جدران القسم ونشوفوا الاستراتيجيات اللي غادي نستعملوا من بعد ما كنقوموا بهذه الاستراتيجيات اللي ذكرت دابا. اولا فاش كيتعطاني القسم اولا فاش كنطرحق لاي مؤسسة كما بغي يكون النوع ديالها، هو كندير يطابليغ ان كادر دو ترافاي سيكوريزون اي بروبيس على ابرونتيساج دو تو لي زيليف. الاستاذ هو سيد القسم، وبالتالي انت اللي خصك تخلق هذا لو كادر دو ترافاي، يعني فضاء ديال العمل اللي خصو يكون مؤمن، يكون تيساعد على العمليه التعليميه لجميع التلامذ. و انا يعني على باش الهدف من هذا الشيء كامله هو ندفع التلامذ انهم يولوا كيفرقوا ما بين لو بوسيبل اي لانتيردي، يعني ما بين الممكن وما بين الممنوع في داخل القسم. لكن كيفاش انا كاستاذ نقدر ندفع التلامذ ديالي لهاد جوج ديال الحوايج، يعني انه هما يولوا كيفرق ما بين هاد الجوج؟ هو نستعمل لوتوريتي دو ستاتو، يعني البوست فاش كنخدم كيعطيني واحد الشرعيه، كيعطيني واحد السلطه نطبقها. هاد لو بوست دون ا لونسينيون لو دووا ديكزيجي اي دو بسونير كو لي زيليف ريسبكت des règles de fonctionnement et de travail qui garantissent le maintien de la discipline et le déroulement normal des activités d'apprentissage. Puis maintenant, nous avons comme ustadh, عندي انا واحد السلطه نفرض على التلامذ انه باش يطبقوا القوانين ديال فونكسيونمون دو ترافاي، يكون واحد الانضباط داخل القسم باش تعطينا واحد العمليه تعليميه سلسه وبشكل جيد. لكن احسن طريقه باش نطبقها هو نحاول نقسمهم في البدايه لي بيتيت غروب هكذا كما كتشوفوا امامكم. اما انا نختار لي جروب، ولكن من الافضل تخليهم حيت انت مازال ما تتعرف على التلامذه تاعك بزاف، دونك انت حسن تخليهم هما ياخذوا لي جروب اللي بغاو، وبالتالي غادي تتعرف على دوك لي سو جروب عندك في القسم. دائما انت كدرس القسم على مدار على مدار السنه، دائما انت كدرس في التلامذه تاعك، وبالتالي فاش كناخذ فاش كنقسم هكذا التلامذه كنطرح سؤال ما هو الممكن وما هو الممنوع مثلا داخل القسم، هما تيبدا يجاوبوا. فاش كيبدا يجاوبوا انا حنا خصنا نصوب واحد في واحد الوثيقه نصوبوا فيها جميع القوانين اللي خصنا نلتزموا بها طيله السنه، وما خصهم يحفظوها عن ظهر قلب، ماشي كما كيديروا الاغلبيه الاساتذه تكتب مجموعه القواعد كيدير لها فوتوكوبي تيفرقوها وتلصقوها في الكراسول، حتى واحد ما عرف شي حاجه وكيبقى المشكل دائما هو المشكل. وانت كاستاذ قبل ما تدخل معهم في هذه الحصه خصك تحضر في الدار لي ريغل اللي بديت تخدم عليهم. اولا عندك لي ريغل ليسونسييل اللي هما مهمين للدرس، بحال مثلا ما ينساش الكتاب المدرسي، ما ينساش الادوات ديالو، ما يجيش موسخ مثلا، حاول ياخذ دائما الوجبات ديالو بعد الفطور ولا الغداء، دائما خصو يتغدى على فطرهم ولا يفطر فطرهم، ما يجينيش انا بالجوع، لان هذا غالبا التلميذ الا جاك في هذه الحاله هذه ما غاديش يقدر يتبع معاه. كاين اللي كتجيهم ديك ليغيتاسيون فاش ما تيفطرش. لي ريغل الثانيين هما لي ريغل براتيك، يعني هما اللي هما كيتسموا لا جيستيون كوتيديان. فاش انا كنخدم دائما خصني واحد لا براتيك كنخدموا بها، مثلا ما نهضرش في القسم من غير تنهز يدي فاش كيهضر شي واحد، ما كنقاطعوش فاش كيوقف الاستاذ باش يدير الدرس، كيكون واحد الصمت كامل في القسم. وعندنا دي ريغل ريتويل، يعني بحال واحد الشكل ديال الطقوس اللي هما هنا كيرتبط بالمنطقه، كيرتبط بالتقاليد، كيرتبط بالثقافه، يعني خصهم يتحترموا. دونك هادو هما لي ريغل لي خصك ديرهم، وانت نورمالمون ما خصكش تفوت وثيقة، يعني ما بيناش حنا تصاوبين كتاب تاع القوانين، مي فقط واحد الوثيقة هما راه اصلا التلامذة تشاركوا معاك تصاوبتوها وحفظوها، لكن الهدف انت ديالك من هادشي كامله هو تدفعهم لواحد القناعة ويوليو مقتنعين بهادشي هذا. يعني لا كلاس هي ان ليو دو ترافاي، كلاس هو البلاصة فاش كنخدم، لي زيليف اوبيس لونسينيون، يعني لان التلامذة خصهم يطيعوا الاستاذة ولا الاستاذة. شاك ليف ا لو دووا دابروند، كل تلميذ عنده الحق في التعلم. لونسينيون ا لو دووار، سيل فو بلي فو دوفي فيغ اتونسيون ا لو دووار اي لو دووا دونسيني، يعني من عنده واحد الواجب يديرو في القسم وما خصش حتى شي واحد يمنعو من داك الواجب اللي غادي يدير. اي لا لو دووا دونسيني، شاكان
doit se sentir en sécurité pour travailler. يعني خصنا نحس بواحد النوع ديال الامان، واحد النوع واحد السيكوريتي في داخل القسم باش انا نقرش. ما خصنيش انا نخلي واحد العدد ديال التلامذ يحبسوا نهائيا، يعني يدير لك باراليز، يشلل العمليه التعليميه داخل القسم. لانك مثلا هذيك هذا المشكل كطرح بزاف للاساتذه ديال التعليم الخصوصي، لانك انت خايف من والديهم، خايف يجروا عليك من المؤسسه، وبالتالي كتخلي كدير الصيبه، وانت راه في نفس الوقت راه غيجريو عليك، لانه غادي يتكل عليك في لفات العام انك ما كتقدرش تحكم في القسم. دونك من الافضل انت تاخذ بزمام الامور من البدايه. هاد القناعه اللي بغينا نوصلوا بها، نوصلوا التلامذ انه يوليو مقتنعين بهذا الشيء، هذا ما يمكنش توصلها الا درتي استراتيجيه ثانيه، ايتابلي ان ريلاسيون افيكتيف، يعني تخلق واحد العلاقه عاطفيه ما بين التلميذ وما بين الاستاذ او الاستاذه. هاد العلاقه العاطفيه اش قلنا حنا باش تخلقها؟ لان التلميذ في هاد العمر ايتالاج دو لا مورال ايتيرونوم، يعني في واحد الفتره فاش كيكون الاخلاق تاعو الشخصيه تاعو كتكون عن طريق الناس الراشدين اللي هو مرتبط بهم عاطفيا، يعني اما الاب ديالو، اما العام، اما الخال، اما الاستاذ اللي هو مرتبط بهم عاطفيا. رجع عند شويه للور، شوف الاساتذه كي سون بلو ماركي في لا بيرسوناليتي ديالك، هما دوك الاساتذه راه رحم الله مرحم جميع اساتذتنا كلهم، فقط دوك الناس اللي هما مسجلين عندك هما دوك الاساتذه اللي حنا اصلا يعني ما كتخافش منهم، كتحبهم، كتبغيهم، كتشارك معاهم بزاف د الحوايج. بينما داك الاستاذ اللي هو صارم وحط بزاف د الحواجز ما كتقدر تهضر معاه، فعلا تعلمنا عندهم بزاف د الحوايج، اللهم ارحم من علمنا، ولكن ما كيكونش مسجل في الشخصيه تاعك، ما كتحمد تقلده ولا تتبعه. دونك انت الاستاذ خصك تاخذ بعين الاعتبار بهذه المرحله فاش كاين هو، يعني لا مورال تيغونوم مورا مهمه، هما كياخذوا دائما القوانين ديالهم من الاشخاص الراشدين اللي هما مرتبطين بهم، وبالتالي هو تيحاول يعني يراضيك، الدوا كيبغي يراضيك، كيبغي يتشبه بك مثلا. لهذا كتشوف بعض التلاميذ كيقول الاب ديالو ولا الام تاعو راه انا جبت لك 10، انا جبت لك 15، انا جبت لك 25، فهمتي؟ يعني انا زعما راه جبت احسن نقطه جبت لك انت ماشي لراسو، يعني هو دونك il veut faire plaisir à son père. دونك هنايا هذا الاستاذ خصو يستغلها، يعني خصك انت تاخذ معاهم دير هذا الرابط العاطفي باش التلاميذ يوليو هما تيحاولوا يرضوك باي حاجه، يوليو كيخدموا تيبغيو يوصلوا لدوك النتائج باش انت تفرح، فاش كيشوفوك انت فرحان تاهما راه تيحسوا بانهم راه داروا واحد النتيجه مزيانه. لكن خصكم ديروا يعني تنتبهوا لواحد الحاجه، هاد لا غولاسيون افيكتيف خصها تكون تاخذ واحد الشكل عمودي، واحد المسار عمودي، يعني دائما حفظ مقام الاستاذ، الاستاذ في المرتبه العليا عاد في التلميذ، يعني كيكون واحد المسار تصاعدي، واحد المسار هكا عمودي، يعني كتاخذو بشكل عمودي. دونك حنايا ايتابليغ ان كادر دو ترافاي سيكوريزون اي بروبيس على لابرونتيساج، ايتابليغ ان غولاسيون افيكتيف لي كي دوا بخوندر مثلا واحد لو سونس فيرتيكال هيراركشيك، هادو هما اللي كيعطوك واحد القوة في العمل، وكيخلوك تا تكون كتميز على الاساتذة اللي معاك في المؤسسة. علاش؟ لانك انت كتخدم وفق منهجية، انت ميثوديك، كتخدم عندك واحد الاستراتيجية كتبعها. شوف الفرق ما بين الاستراتيجية وفاش كنخدم بسون بلان. الاستراتيجية اش كتعطيني؟ اولا كتعطيني الاهداف اللي بغيت نوصلهم والطرق اللي غادي نستعمل، وبالتالي الا ما وصلتش لدوك الاهداف غادي نغير الطرق، وإلا ما وصلتش الاهداف بالنتيجة اللي بغيت غادي نحاول نموديفي الطريقة باحسن بالتي احسن باش نوصل دائما نتائج عليا. بينما فاش كنخدم بطريقه عشوائيه كنحصل نتائج عشوائيه، ممكن عام تصيب نتائج مزيانه، عام اخر ما كتصيبش، كتلقى بعض الاساتذه بحال النوع اللي كيخدموا عشوائيا دائما كيسب في الجيل، لا هذا الجيل هبيل، لا هذا الجيل احمق، حنا فاش كنا صغار كنا مزيانين، كنا تحترموا الاساتذه. دونك كيلوح كيبرر، وفاش كتبرر اذا انت كاين في موقف الضعف. دونك انايا باش نخرج كامل من هادشي هذا غادي يكون منهجي، غادي نولي كنحافظ على الاعصاب تاعي، ما تنغوتش في القسم، ما عنديش لو ستريس، لما كنضيعش بزاف د الوقت، المردوديه داك الغوندمون كيطلع مزيان، حتى دوك الاساتذه اللي كنا قلنا دوك الناس اللي دونك كيسيم لا زيزاني ما بين الادمينستراسيون اي لي زونسينيون ما كيقدروش يتصلوا بك لانك انت اعلى منهم درجه و كتخدم بواحد الطريقه منهجيه. للمزيد من المعلومات ممكن دخلوا على الصفحه ديالنا دوفينيا بروفيسيونيل افيك ان سول ان، او لا تابي مباشره www.youtube.com/حسين10، او لا تابي في الموتور دو ريشيرش دوفينيا بروفيسيونيل. دونك ما تنساوش تكليكيو على ابوني باش تحصلوا على اي مستجدات في القناه ديالنا. دونك كنتمنى ان يكون توفقت في الشرح ديال هذا الدرس. الحصص المقبله ان شاء الله غادي نشوفوا لي بيداغوجي ونشوفوا لي ديداكتيك اللي غادي نستعملوا
نشوفوا ايضا الحقيبه ديال الاستاذ كيفاش يصوب الدوزي على المدرسي، كيفاش يصوب الجداده. دونك حنا الهدف تاعنا هو تكونوا محترفين في المجال ديال المهنه ديالكم. دونك لاشين ديالنا ديفني بروفيسيونيل اي تون نيسيسيتي نو اغي. دونك نتمنوا لكم التوفيق استاذي واستاذي العزيزه. السلام عليكم والى الحصه المقبله ان شاء الله.